خير باذن الله يا نادي هاني. بلغ زكريا بيه ان سيف العزازي واقف على الباب وعايزه. عايز ايه يا سيف؟ ما تقلقش يا زكريا، لو كنت بلغت الداخليه كانوا هيسيبوك كده، كانوا هييجوا يدغدغوا عليك الباب. انا جالك بالحب يا زكريا. تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على السلامة يا حسن. ألف حمد لله على سلامتك، إن شاء الله هتبقى كويس. الله يسلمك يا هايدي. هو إيه اللي بيحصل يا ماما؟ وإزاي عبد الله ابن عمي يسيب حد من رجالته يضربني بالنار؟ عشان ما بقالناش حد. بقينا لوحدنا. عشان كده عايزك تخف بسرعة وتقوم تاني تقف على رجليك. طمني، حاسس بإيه دلوقتي؟ مش حاسس برجلي خالص. معلش عشان لسه تعبانه، بس هتخف وهتقوم وترجع تجري شكلي زي زمان. خدي ردنت. حاضر. ايوه يا عزه. انا هايدي. ايه ده هايدي، ازيك؟ طمنيني على حازم اخويا، اخبار صحته ايه؟ ليه، هو انت عرفت منين؟ بس احنا بعد ما قرينا الكلام اللي بيتقال على زكريا في الجرايد فقلنا نروح القصر نطمن عليكم وعرفنا اللي حصل. هو ايه اللي بيتقال على زكريا في الجرايد؟ انت ما تعرفوش؟ الدنيا مقلوبه. ده قايلين ان هو قتل ضابط وهربان. صلى على سيدك النبي محمد. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. انا شغلتي بقى ان انا اعرف كل حاجه. وانا عارف جوازتك من ناديه. وابوك زين الله يرحمه كان عارف هو كمان، بس قال لنا ما حدش يتكلم معاه، سيبه هو يعرف غلطته وهيصلحها. وانت جاي لي يا سيف؟ اكيد انت مش جاي تبارك لي على الجوازه. كل خير ان شاء الله. عايز تعرف مين اللي وقعك؟ تبص لهاشم الذهبي بعين تانيه خالص. هاشم هو اللي ورا حريق المخازن وتقليب العملية اللي انت كنت عايز تعملها، وغالبا هو اللي ورا خطف اختك وابن عمك فارس، ومما لا شك فيه يعني هو اللي ورا وجود عبد الله في القصر. ايه اللي دخل عبد الله القصر؟ ايه زكريا ده؟ انت مش ابديت خالص كده. عبد الله بيه طرد الست والدتك ومراتك وما عاد سلمى معاه وضرب نار على رجل حازم. اقعد 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 يا زكريا، اقعد. انت لو اتحركت 10 خطوات من هنا البوليس هيقبض عليك. وبعدين ازاي هتروح القصر كده انت مش متعمر وجاهز بالرجاله؟ وافرض يعني بالصلاه على النبي انا جبت لك الرجاله، هيحصل ايه يعني؟ هيمشي ويجي واحد غيره؟ توم القصر ده موجود هيبقى مطمع لأي حد عايز يركب مكان زين العطار. اهدى كده وفكر وتصرف بهدوء يا زكريا. ليه الشك والريبة بس؟ ما أنا قلت لك لو كنت بلغت الداخلية كان زمانهم دغدغوا الباب عليك وعليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ده الحاج مهدي. اتفضل يا حاج. يزيد فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم مهدي. ازيك يا زكريا؟ اطلعي. السلام عليكم. اطلعي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقعد يا عم مهدي، اقعد. معلش سامحني واعذرني يا زكريا، انا كده كده كنت ماشي على طول عشان اكمل لك الطلبات اللي انت طلبتها مني يعني. فعاوز اقول لك دنيا امان، قول اللي انت عايزه. امان. ده ظرف فيه شويه تحركات من اللي انت طلبتها مني.
هي يعني تحركات عادية، بس أنا قلت يمكن تنفعك بحاجة. مفيش حاجة مش هتنفع، كلهم ينفع. معلش يا عم مهدي تعبك معايا، بس زي ما اتفقنا أول بأول. تعبك راحة يا غالي يا ابن الغالي، مش هتوصيني ما أنت عارف. أستأذن أنا بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام، شرفت يا عم مهدي. مين ده زكريا؟ ده واحد صاحب ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. ايه لاش يا زكريا؟ مش هتبقى محتاج لحد يراقب تحركات هشام وجلال. اه؟ مفيش حد انت عايز تراقب تحركاته غير هشام وجلال. انت عايز ايه يا سيف بالظبط؟ تحط ايدك في ايدي وسيبنا انا لا تكتك. عدونا مشترك وهدفنا واحد، نبعد هشام. وطبعا ساعتها مش هينفع تبقوا رقم واحد، لكن ينفع تقفوا جنبي وانا رقم واحد، نحمي بعض. قلت ايه يا ابن العطار؟ بنا وصيا دمبر سندبر سيا دمبر بنا وصيا دمبر سندبر سيا واحدة واحدة بالراحة. أنا غريب عن البلد يعني، فرجلية جابتني على هنا اهو ولقيت فرح فقلت أقف يعني. طب امشي من هنا. بقول لك إيه؟ أنت؟ أنا؟ أيوة أنت. عاوز ايه من ابويا؟ مالكم وماله؟ الميوان وما بجيتوش بتاخدوها من عندنا. ايه اللي جابك تاني؟ انا مش عايز منه حاجة. انا طردت من الدار عشان كنت بدافع عن ابوكي. ما اعرفش اي حتة تانية غير المنطقة بتاعتكوا دي. شوف يا سمكيه، انا ماليش صلاح باللي بتقوله. انا ابويا راجل في حاله ومش بتاع مشاكل. وانا كمان مش بتاع مشاكل. انا اسف اني جيت لكم، بس انا فعلا ما اعرفش اي حتة تانية وماليش اهل. كنت فاكر ان ابوكي لما يعرف ان انا دافعت عنه هيحاول يساعدني، يشوف لي اي شغلانه ولا حتى بقيتنا عنده للصبح. بس هو حتى ما اداش نفسه فرصه انه يسمعني. هو يعني كان هيساعدك كيف بعد اللي حصل منكم؟ عموما روح، ربنا يسهل لك. ارض الله واسعه وان شاء الله تلاقي مكان تروح بالاذن. هو انت صح مالكش مكان ولا حتى قرايب؟ انا ماليش اي حد. وانتي؟ قصدي يعني انتم. شوف يا سمكيه، انا ممكن اساعدك في نومتك الليله دي يعني عشان ارد لك جدعنتك مع ابويا مش اكتر، لكن الله يرضى عليك تمشي ساعه اذان الفجر قبل ما ابويا يفتح الدكان. وهو مش هيبقى عارف؟ ربنا يستر. انا بعمل كده عشان انت غريب وملكش حد هنا. هسيب لك شباك الدكان مفتوح تخش فيه من غير ما حد ياخد باله قبل العشاء بساعه، وزي ما قلت لك تمشي ساعه اذان الفجر. طيب ولو حد شافنا؟ منك لنفسك عاد. اسمك ايه؟ حسن. اسمي حسن. ماشي اسمك ايه؟ ده جنن ده ولا ايه؟ ازاي اتجرأ ويعمل معاك ده كله؟ خلاص يا راي خلاص، هتقعد تقول لي ازاي ومش ازاي؟ اهو اتجرأ وعمل كده. المهم بقى احنا هنعمل ايه؟ بس الحكاية غريبة يا صالح بصراحة. يعني زكريا اختفى بعد قتل الضابط، وعمك سليم في السجن، وفارس محدش عارف له طريق. الله، دي حكاية مترتبة ومتهندسة على الآخر. أكيد في إيد بتلعب ورانا. مين بقى اللي ورا كل ده؟ ده بقى في علم الغيب.
بس بالمعاينة المبدئية كده عبد الله ملوش يد في الموضوع ده. الأيام اللي جاية مش جاية بالخير يا صالح، ولازم تكون قدها. أنا معرفش غيرك يا رايق، معرفش غيرك ممكن يقف جنبي ويساعدني عشان نرجع حقنا. أنا عبد الله ده عايز أدفنه بإيدي، عايز أدفنه حي. أنا انضربت في بيتنا يا رايق، انضربت وما قدرتش أدخل أجيب أختي من جوه. وأنت جيت للشخص المناسب في الوقت المناسب. يعني هتقف جنبي ولا لأ؟ طبعاً يا حبيبي. الله، ده أنا هبقى الحنوتي اللي هيدفن، بس الأول نروح على اللي يقدر على القدرة. الراجل اللي لسه واقف على رجليه لحد النهارده ويقدر يجيب لنا حقنا. هاشم الدهبي. ايه اللي انت بتقوله ده يا رايق؟ هاشم الدهبي ده بيكره ابويا كره العمى. ابوك الله يرحمه، وانت ابن النهارده يا صالح، وهاشم الدهبي بتاع مصالح. تعال نشوف مصلحته ايه في انه رجعكوا القصر ونعمله له. وكده كلنا نروح مستريحين ومن غير تعب قلب. انت عايزني احط ايدي في ايد الراجل اللي ممكن يكون بيعمل فينا كل ده؟ انت تحط ايدك في ايدين الشيطان ما دام هيرجع لكم بيتكم وحقكم. وبعدين عبد الله عمل كل حاجه، سيبك انت من الفرسه اللي على وشه دي والنرفزه تحس انه عيل غبي. لا، ده محضر كل حاجه صح. ولا ايه؟ قلت ايه؟ تمام يا رايق، يلا بينا. يلا بينا. وبعد مراجعة الصورة الموجودة بالفيديو، وبعد أن تيقنا بأن أحمد حسين السيد الدعيدي على قيد الحياة، وبعد اعترافه باعتدائه على سليم إبراهيم العطار بالتحريض من متولي الشريف، وكان الأستاذ سليم العطار في موقف الدفاع عن النفس، وأنهم وضعوه في هذا الموقف حتى يتم تصويره والقبض عليه، ولذلك قررنا نحن سامح مصطفى الدسوقي بالإفراج عن سليم العطار بكفالة قدرها 250,000 جنيه على ذمة القضية حتى ميعاد المحاكمة.